على هامش المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي مباحثة سورية روسية حول التعاون في مجال الطاقة. خلال مؤتمر صحفي، وزير الاقتصاد يوضح أن قانون الاستثمار رقم 18 راعى ضرورة توجيه الاستثمارات لقطاعات ذات أولوية ومنحها إعفاءات ومزايا. أهلا بكم من جديد. بحث المهندس بسام طعمة وزير النفط والثروة المعدنية مع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولافينوف آفاق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وأكد الجانبان خلال لقاء على هامش المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو أهمية التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في فروع الطاقة جميعها، مع التركيز على استخدام موارد الطاقة المتجددة خلال المرحلة القادمة. أكد الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن فرص الاستثمارات في سوريا كبيرة وواعدة، وقال الوزير الخليل في مؤتمر صحفي مع عودة الأمان بدأ عدد من المنشآت الدخول إلى سوق العمل، فكانت الحاجة لقانون استثمار جديد يراعي مجموعة من التحديات كالمناطق التي تحتاج للتنمية أو التي تحتاج للإعمار ووجود ضمانات مريحة لكل مستثمر. القانون الجديد هناك يحصل مستثمر على إجازة الاستثمار بتخلوا يستفيد من مزايا هذا القانون. هذه الإجازة تمنح في حد الأقصى خلال مدة 30 يوم. في عدد من الطلبات سواء شيء حصل على الإجازات وشيء هلا في طريق الحصول على الإجازات ضمن المدات ضمن القطاعات اللي عم يستهدفها بشكل أساسي. هذا شيء مشجع الحقيقة. فرص الاستثمار في سوريا هي فرص كبيرة وواعدة. ليش؟ لأنه هناك قطاعات اليوم ما زالت متضررة بجزء منها، ما في قطاع تضرر بالكامل، لكن هذا جزء اللي نقص قل من كمية الإنتاج المعروض في السوق، وبالتالي في طلب. هذا الطلب هو فرصة لأي مستثمر. نتيجة الأضرار اللي لحقت بقطاع النسيج كأطمشة صار في عنا عجز في كميات الإنتاج على مستوى الأطمشة المصمرة. استمرار العمل بالسماح للصناعيين بالاستيراد، صناعيين الألبسة باستيراد وفق مخصصاتهم من مادة الأقمشة المصمرة اللي بتحددها مديريات الصناعة. نتيجة كثرة الطلب والعرض أقل من الطلب، فصار في شيء من الاحتكار موجود لدى الصناعيين. هلا بالسماح بغير المنتج محليا انه يتم للتاجر والصناعي، زائد بتدقيق المخصصات بشكل دقيق وحاسب، حصرنا استيراد الأقمشة المصمرة للمنتج المحلي بالمرافق السورية، وأن يكون برقابة من الجمارك مع ممثل من اتحاد غرف الصناعة لتمييز الأصناف الموجودة. أوضح بسام حيدر معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن استيراد الأقمشة المصنرة غير المنتج محليا كان موجودا ومعمولا به، وما جرى في حقيقة الأمر هو استمرار العمل بالقرار نظرا لعدم كفاية الإنتاج المحلي. وبيّن حيدر أنه منذ الشهر الرابع عام 2019 تم حصر الاستيراد بالصناعيين، حيث تم رفع دراسة لرئاسة مجلس الوزراء لتطوير القطاع النسيجي وعليه تمت الموافقة على ذلك. وأضاف أنه نتيجة طلبات عدة قدمت من غرف التجارة والصناعة للسماح للتجار باستيراد الأقمشة المصنرة، وبعد دراستها صدرت توصية اللجنة الاقتصادية التي ترجمت بالقرار 790 والذي تضمن السماح باستيراد الأقمشة المصنرة غير المنتج محليا لكافة المستوردين، والاستمرار بالعمل بقرارات المخصصات الصناعية الذي يسمح للصناعيين باستيراد الأقمشة المصنرة المنتج محليا، لكن كمياتها لا تكفي. أعلنت غرفة صناعة حمص عن تأسيس شركة للطاقات المتجددة في المدينة الصناعية بحسياء بهدف إنشاء محطة توليد كهرباء من الطاقات المتجددة باستطاعة تصل إلى 100 ميجا وات. هذا ومن المقرر أن تنفذ المحطة على مراحل، وذلك لتحديد نسبة مساهمة كل شريك. وبحسب رئيس لجنة الطاقات المتجددة فإن باب الاكتتاب ما يزال مفتوحا للصناعيين الراغبين بتقديم طلب اكتتاب،
علما أن عدد المكتتبين بلغ 10 صناعيين اكتتبوا على 44% من رأس مال الشركة التأسيسي بمبلغ إجمالي بلغ 2.2 مليار ليرة سورية. حذر رئيس لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال في تصريح لوسائل إعلام محلية من فقدان البطاطا من الأسواق خلال فترة تتراوح بين 20 يوم وشهر، وأوضح أن العروات المزروعة من المحصول تغطي الاحتياجات كلها عدا العروة التشرينية، لافتا إلى أنه في السابق كان يتم تعويض النقص من دول الجوار. وأشار إلى أن محصول العروة الصيفية هذا العام تعرض لبرد في الليل وحرارة في النهار على غير المعتاد ما أدى إلى إصابتها، بالإضافة إلى تخوف الفلاحين والتجار من تخزين المحصول بالبرادات نتيجة قلة الوقود. وأضاف أن هذه الأسباب إلى جانب ارتفاع أسعار الخضروات جعلت الطلب على البطاطا مضاعفا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره. زادت مديرية زراعة درعا المساحة المخطط زراعتها بالقمح البعل للموسم الجديد إلى 80,000 هكتار نتيجة قلة الهاطل المطري في السنوات السابقة وتراجع المخزون المائي. وأشار مدير زراعة درعا إلى أن الخطة الجديدة تقضي بزراعة 9,257 هكتارا بالقمح المروي، وبيّن أنه تم إيقاف زراعة الشعير للموسم الجديد في منطقة الاستقرار الثانية لزراعتها بالقمح وزراعة الشعير بمناطق الاستقرار الثالثة والرابعة، وذلك نظرا لأهمية محصول القمح والحاجة الماسة له لتوفير رغيف الخبز. مشاهدينا، أخبار الاقتصاد انتهت وعودة إلى نزار. شكرا خالد.